نتكلم بقى على اللايت فلترز. لو جينا نشوف احنا هنتكلم تقريبا على 2 أو 3 ان هم دول اللي هنستخدمهم. هنروح على لايت. طبعا انا عندي هنا لو جينا نبص عندنا في حاجه اسمها ديتيلز. انا عندي هنا لايت فلترز. لايت فلترز اوريدي هي فاضيه. طب اللايت فلترز بتيجي منين؟ بتيجي من كرييت ارنولد لايت فلترز، في بارندور، في جوبو، في نشوف تاني، في بارندور، في جوبو، في لايت بلوكر، في لايت ديكاي. في الغالب احنا هنتكلم على الثلاثه دول. ده يعني سبيسيفيك قوي فخليني اتكلم عليه في بروجكت. فنيجي على البارندور اللي هو اول لايت خالص. اوريدي انا مش هشوف اي افكت. ليه؟ لان كده كده البارندور مش شغال على لايت. يعني هو لغايه دلوقتي هو مش واخد لايت يشتغل عليه. فانا هروح على الارنولد سبوت لايت وهاخد البارندور واحطه هنا في اللايت فلترز. بارندور لو جينا نشوف يعني من الحالات النادره اللي انا هترجم فيها حرفي، تقدر تقول عليها هي باب الحقل او باب الجرن. بارن حلو. فهو ليه اتقال عليه كده؟ لان هو فعلا عامل زي الباب. يعني لو جينا نشوف كده هنلاقي ان انا عندي هنا حاجه اسمها توب ليفت، توب رايت، توب ايدج، بوتوم ليفت، وهكذا. بصوا كده لو رحنا على التوب ليفت، توب ليفت يعني عند اللايت من فوق، تمام؟ او اوريها له في البوتوم الاول. لو جينا على البوتوم ليفت قلت جاي عامل كده، شايفين الباب اتقفل من ناحيه دي. خلاص. لو جينا على البوتوم رايت زي ما شايفين اتقفل من ناحيه ثانيه. هو عامل زي كان في باب بيقفل على اللايت. لو جينا خلينا ده كده مثلا ورحنا من مثلا التوب ليفت او التوب رايت ورحت عامل كده، كده انا قفلت من فوق او عملت بلوكينج لللايت من فوق. لو رحت على توب ايدج مش هتبان، تمام؟ لكن خليني مثلا اروح على توب رايت كمان سنه واروح على مثلا بوتوم ليفت او ليفت بوتوم اهو، حاجه بالشكل ده كده. انت زي ما كانك بالظبط عامل بلوكينج، كانك بالظبط حاطط بوكس هنا وبوكس هنا عشان يديلك شادو في الحتتين دول. فهو ده ملخص البارن دور، بيخليك تعمل بلوك لللايت من حتت معينه، سواء من فوق او من تحت، من اليمين او من الشمال. هو ده الدنيا بتاعت البارن دور. طب لو شلنا بارن دور ورحت تاني لارنولد لايت فلترز وحطيت لايت بلوكر، تاني هروح هنا واخد اللايت بلوكر واحطه. لو رحنا لللايت بلوكر، لايت بلوكر هو يمكن من الحاجات الخاصه شويه، لان لايت بلوكر ممكن ياخد جيومتري ويعمل منه بلوكينج لللايت. عشان نشوف اللايت بلوكر بشكل احسن خليني الف الكاميرا دي كده عشان يبقى السورس بتاع اللايت قدامي، ابقى شايف السورس بتاع اللايت بالمنظر ده كده، تمام؟ واروح لللايت بلوكر وتعالوا نزود الدنسيتي. وهنا انا بقول له انت عايزه جيومتري، طيب بوكس ولا سفير ولا بلان، خلينا نقول سلندر مثلا. جميل. الاكسس على اكس ولا زد، يعني كده انا هشتغل على اكس فهجيبه من الناحيه دي، فهقول له مثلا وليكن ايج هايت، ايج ويدث، او الاحسن من ده كله اروح ل احط جيومتري في السين واصغر السكيل بتاعه حبتين.
تمام. الجيومتري ده انا هخفيه الت كليك واروح هنا وهنا هقول له يوز جيومتري، ودي اسهل طريقه. تمام، هاخد ده بنسميه لايت لوكر جيو، انا هرجع كده وهاخد السيلندر ده واحطه. طبعا الجيومتري هقول له جيومتري طيب بوكس ولا سفير ولا سلندر، هقول له مثلا سلندر. وهنلاحظ انه برضو يعني ما فيش فرق، تعرفين ليه؟ لان انا حاطط ده هنا كجايد. لو انا خدت اللايت بلوكر جيو وجيت ابص هنا كده، لو بعدت ورا هلاقي ده المكان اللي هيعمل بلوكينج لللايت زي ما احنا شايفين. تمام، فانا ممكن اقول له الجوات، انا كده اهم حاجه ان انا حطيته في مكانه. انا عايز اخد ده وليكن هنا كده، شكله غريب. تمام كده، لو احنا حركنا بقى البلوكر ده في اي حته، انا كده خلاص انا مش عايز ده في حاجه. تمام، لو احنا خدنا البلوكر ده و حركنا فوق او تحت ودخلنا مثلا على الايدج ويت ايدج هايت، اقول له مثلا على واي رام بدعم زي الديكي. اهي اظن احنا شايفين، يعني انا فضلت احاول اوقع يعني اوديه في مكان عشان نشوف اهو. ده هنا الويتس بتاع الايدج، لو احنا قفلناه يبقى هيبقى شارب قوي هنا، وده نفس القصه هيبقى شارب قوي هنا. لو غيرت البلوكينج ليه مثلا سفير هلاقي هو بالظبط كانك انت عامل اوبجكت وحطه يعمل بلوك لللايت بالشكل ده. بتحط انت الجزمه ده مكان ما انت عايز تحجز اللايت. يمكن هيبان اكتر لو انا خدت السبوت لايت ورحت للمين ووسعت الكون انجل ده شويه، لان السفير حجمها اكبر منه. اظن كده الدنيا بقت باينه واضحه. لو انا خدت ده كده مثلا، فانا كده كان عارفين انتوا كان حاجه من غير ظل، يعني اوبجكت مثلا ممكن تحط مثلا سلندر وتلاقي ان الشادو اللي مرمي منه يبقى سفير. لو انت بتعمل حاجه ساينتفك شويه، فكده بقت باينه قوي. لو انا جيت عملت رامب ده بالظبط زي الفيذر، كانك بتعمل فيذر كده. انا حاجز من على الواي، لو انا قلت له من على اكس مش هتفرق مع السفير في حاجه. لو قلت له مثلا خليه لي سلندر، تمام بقى سلندريكال بالشكل ده. لو قلت له احجز لي من على واي او من على زد، تمام كانه بيلف بيعمل روتيت للسلندر. وممكن فعلا نعمل روتيت، انا رحت كده وقمت جاي عامل روتيت للسلندر. هرجع هنا تاني واقول له احجز لي من على اكس، مش هيفرق بقى مع حاجه مع واي خلاص. ويفضل ان احنا فعلا ما نعملش روتيشن، لان زي ما احنا شايفين فيزر مكانه اتغير. لو قلت له هنا الايدج كده كانك بالظبط. انا عايز اجيب لكم تشبيه. انت عارف لما بتيجي تعمل اريا شادو، الاريا شادو بيبقى قوي في حتت ويبدا يضعف في حتت ثانيه. هي انت كانك بتنحت الحكايه. عايز اقول له على ايه بالظبط؟ كانك بتنحت الموضوع. نفس القصه في الايدج ويتس، كانك بتمد الايدج دي بره روفنس. تمام، لو انت مش عايزه يفضل منتظم. لكن الرامب دي والايدج هايت افتكر كانت باينه واضحه اول مره اللي فاتت. لو رحنا للبوكس باينه واضحه جدا. لو قلت له اكس واي زودت الرامب، تمام هو ده اللايت بلوكر.
نقفل اللايت لوكر و نشيله من هنا ونعمل كرييت تاني شيدر اسف ارنولد لايت وهاخد الجو بو هرجع كده الجوبل. الجوبل على فكرة من ضمن الحاجات مش من ضمن هي الاساسي فيه انه بيشتغل على ايمج يعني هنا الفلتر مود دي بلند في ريبليس في اد في صف في مكس تمام في ان انا ممكن احط له ايمج ويشتغل بيها الدنيا معاه جميلة يعني في المين لو انا قلت له دنستي تمام وجيت هنا و حطيت له هنا فايل ونفس الموضوع هنا فايل وروح على المين في السلايد ماب طبعا اقدر اغير الكالر في البلند ممكن اقول له يريبليس بالكالر ده ولو زودت الدنسيتي قللت الدنسيتي ممكن اقول له سبتراكت تمام بلند هو ده يمكن احسن حاجه فيه فزي ما احنا شايفين احنا مش شايفين في حاجه بتحصل كل حكايه عمال اعمل بلند وبتاع طب افرض انا عايز احط هنا ايمج يحصل لها بروجكت يعني بروجكشن على الصوره مثلا صوره زي مثلا كانك عامل صوره نافذه او شباك ظل شباك جاي مثلا على صوره زي دي طب نعملها ازاي في دي بقى تعالوا ناخد زاويه كده تكون بالحلال كده جميله ومحترمه تمام حاجه كده مثلا تمام هي السلايد ماب دي السلايد ماب دي انا ممكن ببساطه اشيل ده خالص واروح لكرييت شيدر ارنولد شيدر نتورك تقول لي ايه ده ده الماتيريال خليك معايا دبل كليك افتح الشيدر نتورك تعالى هنا واكتب نفس اسم الفلتر احنا عايزين اللي هو جوبو خدت بالك كل اللايت فلترز ينفع تتحط جوه نتورك شيدر تمام هقفل ده بقى وخلينا هنا لغايه كده احنا الدنيا تمام طب هل اللايت طب انا هودي دي لللايت ازاي عادي اللايت هياخدها لو انا رحت هنا كده رحت واخد له دي جوه اللايت فلترز هياخدها ويتعامل معاها عادي جدا كانها لايت فلتر تمام بدليل احنا عملنا دي وخدناها كده بالضبط. فيما معناه ان احنا لو خلينا دي ايمج هنعمل بروجكت للايمج طيب تعال نروح نكتب ايمج وناخد الايمج نود دي فوق دي هيقول لي انسرت افتر ولا مش عارف ايه انا عندي صوره انا ادوس دي يفضل بقى لو انت عندك تجيب من جوجل مثلا تكتب بلاك اند وايت ويندو تمام تجيب صوره مثلا لايه شباك او خلونا ادور كده وارجع لكم يمكن الاقي صوره كويسه عملت انا داونلود لواحده من جوجل اهي هقوم اعمل له اوبن هلاقيها هنا بالمنظر طبعا اقدر ان انا اعمل تويك زي ما انا عايز لو انا رحت هنا لكالر كالر كوريكت اسحب فوق دي هيقول لي انا اسف الت الاول اوه عمل ريبليس هناخد دي نحطها هنا للانبوت وناخد دي انا كل بس اللي انا عايزه ان انا اعلي الاكسبوجر شويه لان الصوره ما هياش بيور وايت فيها حاجات كده فانا عايز برضو اخد السيتوريشن شويه عشان ابقى متاكد ان الكالر اللي عندي هو الكالر بتاع اللايت لو قللنا الجاما زودنا جاما انت هنا براحتك اعمل تويكينج زي ما انت عايز زي كان انت بتعمل شاركنس وارفع الكونتراست اخيرا عشان تاخد حاجه زي لو انت عايز لكن انا حاليا انا عايزها كده طبعا اقدر هنا بقى اقول له ان هنا البلند او الفلتر مود عباره عن بلند بليس تمام جرب انت المودز اللي انت عايزها في الحاله دي كلر اللايت هيبقى راح اد
بيعمل اد للايمج على كلر اللايت، سبتراكت، ميكس. تقدر تقول ان دي بلند مودز بين الكلر بتاع اللايت وبين الكلر بتاع الايمج اللي انت عايزه. لو انت عايز بس تشتغل على كلر الايمج قول له ريبليس. لو انت عايز تعمل بلند بين كلر الايمج وكلر اللايت هتشتغل على البلند. دنسيتي لو انا زودت كده فانا بغلب، خلي بالك انا بغلب ده على كلر اللايت، تمام؟ فيعني لو عايز اخفه شويه هخفه سنه. في هنا الراب، جميل. الايمج اللي انت جايبها دي انا ممكن تقول له بريودك لو انت عايز تعمل لها تايلنج، او ممكن تقول له فايل، يعني زي ما الايمج جايه من غير تايلنج، زي ما الايمج جايه اشتغل. طبعا ممكن اعمل سكيلنج لو انا عايز اعمل سكيل. طبعا هو السكيل هنا تقدر تقول عليه بمعنى كلمه تايلنج. خلاص ماشي، انا عملت كده اهو، هي تايلنج، يعني عملت 1 هلاقيها بالشكل ده كده. هنا السكيل مثلا ممكن اقول له 1.5 بالظبط كانك عملت تايلنج. وزي ما احنا شايفين عشان مختار فايل جاب اخر الصوره، فانا ممكن اقول له بيريودك، وهنا بيريودك نفس الموضوع. ماشي، ممكن نعمل اوفست. ممكن نعمل اوفست، مش عارف الاوفست دي هتودينا فين، هتوديها يمين ولا شمال. ده الجوبو بصراحه، هي دي يمكن اكتر استخدام، اكتر استخدام له. انا عايز بصراحه اللايت هو اللي يبقى مش يعني اكتر استخدام هيبقى ليه الجوبو. ممكن نعمل ايه تاني؟ ممكن بسرعه كده نتكلم على لو انا عايز اعمل حاجه فيها اتموسفيرك شويه، هروح لللايت واروح للمين. هنا بقى ممكن اوسع الكون انجل، خلاص. ممكن البنومبرا بحيث يحصل هنا ديكي لللاي بالمنظر ده. لو انا عملت حاجه زي كده فممكن اروح هنا للنتورك وللايمج نفسها، تمام. ممكن من الايمج نفسها اروح هنا اعمل تايلنج للايمج. زي ما انت شايف بقى الايمج حصل لها حاجه بالمنظر ده. هو انا اصلا المفروض كنت اجيب صوره هي بلوكات سودا خلاص وهنا ابيض، لكن انا دي الصوره اللي لقيتها فهي محجماني شويه بسبب ان هي مش سيملس. فانا هروح للجوبو و اشتغلها من هنا احسن، تمام. هي بقت 9، لا خليها 2 ولا حاجه، تمام. هنا كانت معموله كلامب، وهنا كانت كلام برضو. لو انت حابب تاخد الافكت ده افتكر ان هنا هنا هنشتغل بالاوفست. بس ليه انا مش عارف انا مرتاح لفايل بصراحه عشان اخد الريبيتيف من الايمج نفسها. ده كده الجوب. لو انا رحت هنا لكرييت وخدت ارنولد فوليوم اتموسفيريك واتموسفيريك سكاترينج، باي ديفولت اتموسفيريك سكاترينج ما بيشتغلش على بمجرد ما بينزل، لا ان هو لازم ان انت تروح للرندر سيتنج وهتروح لانفايرمنت وتاخد اتموسفير وتحطه هنا، تمام. بمجرد ما تحط ده كده هيبدا هو يشتغل. بس عشان يشتغل انت عايز تشتغل على مين؟ هل انت عايز تخلي الاتموسفيرك يشتغل على اللايت ده ولا على كله؟ انا عايز على ده بس، تمام. يبقى هروح لده واعلم على الاوبشن ده اللي هو افكت فوليومتريك، لا والتوب برضو نفس الموضوع. هاجي بقى على ده واروح هنا عندي هنا دي الدنسيتي، عليه الدنسيتي كده خدنا حاجه زي اللي احنا
شايفينها دي. زي ما انتم شايفين بقى بدأنا ناخد شغل اللايت راي. تمام، الانتنسيتي حبه خلاص. في عندي هنا دي مش هي جنبها اصلا، هي شغلنا كله هيبقى في الحته دي بس. فكده انت دمجت بين اللايت فلترز وبين انك انت تدخل معاها حاجه زي الاتموسفيركس اللي بتدي الكلام الحلو اللي احنا شايفينه ده. لو انا طلعت خدت دي هنا كده وانا عايز اخد اللايت ده وانزله لتحت بالمنظر ده كده عشان نبقى عاملين حاجه ارتستيك شويه. بالمنظر ده في نقطه لو خدتوا بالكم بقى هنا باين انها جايه من بوينت، من نقطه. فحاله زي دي انا بروح هنا واقوم موسع شويه الراديوس ده خلاص. يبقى في الحاله دي انا بوسع الراديوس، وفي الحاله دي انا بوسع كمان اللينز راديوس. لو خدت بالك اهو بدا الموضوع بقى يبقى احسن شويه، ان يبان ان انا ان الضوء مش جاي من 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 سبوت، لا هو جاي من جاي من مساحة، هي عن طريق الراديوس وعن طريق اللينز راديوس. طبعا بصوا بقى الاتموسفيركس والفوليومز، يعني كمية اللايت او كمية السامبلز تبقى فعلا كتيرة شوية خلاص. فانا عايز الكون انجل ينزل هنا سنة، البنومبرا ازودها شوية اقللها سنة عشان اعمل هوت سبوتس. دي نقطة. النقطة التانية عايز اروح هنا للريندر سيتنجز، ومن ريندر سيتنجز عايز اروح للمين. خلي بالنا هنا عندنا الفوليوم اندايركت وعندي الريدبس. ريدبس انا مش محتاج ريدبس، طبعا الفوليوم مفيش ولا ريدبس بيحسبه خلاص. فانا هقول له ريدبس 1 او 1 لان انا ما عنديش حاجه كثيفه قوي. الفوليوم اندايركت هيبقى كمان ري. ليه؟ علشان النويز. دي نقطة. النقطة التانية بما اني استخدمت ده عشان يأفكت فوليوم، يبقى انا هروح لده وتلاتة دي ما تنفعش. تمام، ممكن خمسة ولا حاجة. استنى كده على اما يحصل لها. وفي حاجة كمان، لو انا رحت للمين لايت ده ورحت شايل او عملت على افكت فوليومتريك، يمكن والله اعمل عليهم كلهم. تمام، عشان نشوف الافكت هيبقى شكله عامل ازاي. خلي بالك ان افكت الافكت الافكشن بتاع الفوليومتريك بيبقى عن طريق اللايت دنسيتي. انا عليت ده كده هلاقي يعني الدنيا نورت شويه جوه الفوليومتريك، بس انا مش عايز انور من دي. تمام، على قد ما انا عايز انور من ده. اللايت اللي هو اللي يعمل باك جراوند ده هو ده اللي يهمني انه يدي الكارش. تمام، هستنى دي تخلص وارجع لكم بعد الريندر.